نعم نعم نعم، أخيرا لقد اكتملت الفكرة. لقد وقعت في شباكي، لن تفلتي مني هذه المرة. لكل منا نقطة ضعفه. أرهقتيني حتى وجدت نقطة ضعفك. لا 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 لا. نعم أعلم أنك جميلة وأنك تستحقين الحياة الناعمة الهادئة، وأعلم أنك تتمنعين عن كل الناس. أما أنا فلا، فأنا أختلف عن كل ما قابلتيهم. فهم عرفوك وعاملوك كزهرة حلوة تستحق المعاملة برقة، لذلك رفضتيهم لأنهم لم يقدروا فيك الإنسانة. أما أنا فأملك نقطة ضعفك. الآن أملكك أنت نفسك لنفسي، مالك وجمالك وكل ما تمتلكين، انتقاما أو حبا أو عشقا أو هو انتقام. أخيرا. لا، ليس بآخرا. من يحدثني؟ قلت من؟ يا لعقلي من عصف ذهني فيك يا فريستي، عقلي سيطير. لا، عقلك كما هو. من يحدثني؟ من أنت الآخر؟ ألم تعرفني؟ أأنت جني؟ جني؟ أهداك عقلك إلى ذلك فقط؟ إذن فمن يتحدث دون أن يراه أحدا سوى الجن؟ هيا تفكر، أين عصف الذهن؟ لا لا أرجوك لا ترفع صوتك فيه. لماذا ترتعد فرائسك؟ ألم تكن ذلك القوي منذ لحظات؟ من أنتم؟ أرجوكم أخبروني، من أنتم؟ وأين أنتم؟ أنتم؟ بل واحدا. واحدا؟ كيف؟ أفق، لا تذهب في غيبوبة ربما لا تعود منها، أو ربما تعود منها فاقد الحركة، أو ربما تعود ولا تعود. جننت، نعم لقد جننت. من أنتم أرجوكم؟ أخبروني وماذا تريدون مني؟ إذن فلا أكشف عن هويتي. أرجوك لا ترفع صوتك فصوتك يؤلمني. إذن فلأكشف عن هويتي. هوية من فيكم؟ قلت واحدا، أنا واحدة فقط. كيف ذلك؟ وما كل تلك الأصوات التي أسمعها؟ ومع ذلك أكشف عن الهوية. أنا صوت. صوتك؟ ها؟ صوت صوتي؟ أشعر وكأن روحي تنخلع من جسدي. اهدأ كي تفهم. نعم نعم اهدأ، نعم أنا هادئ الآن، هادئ ولن أتكلم، ها أنا هادئ. أصمت، كفاك ثرثرة. أمرك. أنا صوت فريستك. أين لسانك؟ أخشى أن أتكلم فتغضب مني. لماذا تظل تحدثني بصفة ذكر؟ أولست جني؟ قلت لا، بل أنا صوت فريستك، فكيف لي أن أكون ذكرا؟ فريستي؟ فريستي؟ نعم هي بالضبط، جئت لأدافع عن فريسة لا ذنب لها إنها لا تحبك. لكنني أحبها بل أعشقها. لا، بل أنت تحب ذاتك فقط. أردت أن تنتقم مني؟ فقط لأنني لا أريدك؟ أهذا عدلا؟ منك؟ نعم أنت هي، هذا صوتها بالفعل. أقصد صوتك بالفعل فريس. حبيبتي حبيبتي. لا، بل أنا صوتها. كيف ذلك؟ ألا تصدقني؟ لا 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 لا، أصدقك أقصد أصدقك. إذن فلماذا كل تلك التدابير لتقضي علي؟ سأجيبك، ولكن لدي سؤالا. اسأل. كيف كل تلك الأصوات طالما هي لصوت واحد؟ أنا هي طبق الأصل، هذه حقيقتي وهذا صوتي. وأنا هي طبق الأصل حينما أفكر بالعقل لا بالهوى. وأنا هي طبق الأصل حينما أكشر عن أنيابي. سأجيبك الآن، لقد أحببت ذاتي كما قلت،
ولم أبالي بما سيحدث لها من ضرر، أقصد لك. أما الآن فقد وعيت الدرس جيدا، كنت على شفا حفرة الجنون حينما فكرت بالانتقام، وشعرت بالجنون الآن حينما حدثني صوت صوتي. صوت صوتك؟ كيف؟ نعم، عندما فكرت في الانتقام كان لابد ومن يحدثني هو صوت ضميري، أي صوت صوتي أنا. إذن قد فهمت الدرس وتنازلت عن غرورك الآن، وراجعت نفسك أنك كدت أن تصيب فتاة بريئة لا ذنب لها سوى أنها تحب أن تكون مستقلة في قرارها. نعم فهمت. إذن فلتفكر جيدا قبل أي قرار تتجه أن تؤيده كي ترضي به غرورك وذاتك. بكل تأكيد. إذن ستجدني تلقائك إذا فكرت في الشر ثانية، وستجدني أشر منك إذا جرؤت بأن تنتهك حريتي. وكلمتي الأخيرة لك.